نفسك تستمتع بعروض مسرحية سواء غنائية أو درامية وانت في لندن؟ يبقى حلقتنا النهاردة هي الحل المثالي ليك، لأننا هناخدك في جولة لأشهر مسارح في المدينة الإنجليزية العصرية لندن. Wherever you are, whenever you are, the world is yours with Memphis Holidays. رويال أوبرا هاوس، وده من أهم الصروح الفنية في لندن، بيقع في كونفنت جاردن وبيعتبر الموطن الرئيسي للأوبرا الملكية والبالي الملكي وأوركسترا دار الأوبرا الملكية، فهتستمتع فيه بعروض فنية رائعة بمستوى إبداعي عالمي. مسرح يانج فيك، المسرح المعروف بشهرته الواسعة على مستوى العالم كله، فهو مصدر الإلهام وتقديم كل ما هو مبتكر وفريد. هتستمتع فيه بمشاهدة نخبة من أروع الأعمال الفنية الجذابة من أبرز وأشهر الفنانين، مع مجموعة من الفنانين الصاعدين من الشباب واللي بيضيفوا للعمل روح وحياة، وده بيعتبر من أهم العوامل الجاذبة للجمهور خاصة من الشباب. مسرح سولدرز ويلز، واللي فيها تستمتع بأجمل العروض الفنية والمسرحيات الاستعراضية والغنائية المبهجة اللي هتضيف ليومك جرعة ما تتنسيش من المرح والسعادة. سولدرز ويلز هو مقر فني الأشهر نجوم الاستعراض على مستوى العالم. The National Theatre، وده المسرح الوطني في لندن، وهو بيقوم بتقديم أفضل وأجمل العروض الفنية على الإطلاق من مسرحيات شكسبير والدراما الكلاسيكية الدولية بجانب المسرحيات الموسيقية الجديدة. وهتقدر كمان تستمتع فيه بجولة من وراء الكواليس عشان تتعرف على غرف الممثلين وأجواء التجهيز للعرض باربيكان. وده بقى هتستمتع فيه ببرنامج عرض ممتع من العروض والمهرجانات الدولية الفنية، وهو موطن أوركسترا لندن السيمفونية، بجانب أنه بيتكون من قاعة للاحتفالات الموسيقية ومسرحين ومكتبة وثلاث سينمات ومعرضين فنيين. لندن كوليسيوم، الموطن الرسمي للأوبرا الإنجليزية الوطنية، وهو عبارة عن مسرح جميل بيقع في ويست أند، وبيعتبر واحد من أكبر المسارح الموجودة في لندن. مسرح ريجنت بارك أوبن إير، فلو كنت حابب تقضي وقت ممتع ومنعش وانت بتتفرج على أجمل المسرحيات والعروض في الهواء الطلق، فالمسرح ده هيكون المكان المناسب، لأن كل صيف بيقوم بتقديم مجموعة من الأعمال الكوميدية والدرامية وسط الأشجار، وهو حائز على جوائز مختلفة عن تقديم أعمال مذهلة لشكسبير. مسرح The Old Vic، الصرح المبدع اللي هتلاقيه في ووترلو، وقديماً كان هو المقر الرسمي للمسرح الوطني في لندن، ولا يزال بيقوم بتقديم أفضل الأعمال الفنية من قبل أشهر الفنانين العالمية. وبكده نكون قدمنا لكم جولة ممتعة وسط باقة من أشهر مسارح لندن للصغار والكبار، ومن هنا نكون وصلنا لنهاية جولتنا، ونتمنى تكونوا استمتعتوا معانا بحلقتنا. هنستناكم تكتبوا لنا أرائكم في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد من منفيس.